وفدي و هوغامي سفير كو فديا مصر دالكا صومالي او اي وهليان وسيرا كاترسن دولادا بوتلا اي سو غارن مغالدا قردو وحانا مغالدا كو سو دوويه مامولكا غوبلكا كركار يغونا كولان لا قاتين مسؤولين تا غوبلكا كركار ايو مامولكا وحبرشدا شيدو كلا وفديغان و خو بوقشو كو تغو اسكول كلاسر الشريف اي ديغان معلمين مساري اه مامولكا غوبلكا كركار اي اوغا مهد عليه ايماتيكا وفديغا و هوغامي سفير كا دولادا مصر اي صوماليا سفيركي مساري ده وفدي تلك الصومالية يو وسير ركا صعدا بنتلين سيدا ما يركو شيء مقالة غردو يو قاهرة وحي هاي المطانو معلمين تلك أنا سيدا كون سقال بغل سيدا تني يتطبادي إلى وقت يعني جوغن واجوغن دفع عدب بدن أو مانتا إن مملكة الصومالية عملنا مملكة بنت لان واحد بدن كهيا هي أنا كصباح تلك الصومالية دي بربر كده عينا دولة كلية إن وهرتي إن علمين تيادو بربر كنا لا دم يستموي لما أن وقت قبلارن أو كسر على وضعك مساري ده وسير هذا وسير كحنا هذا حولها وسير كدولستا وسير كهرة أو دجان ك سفير ك يدمع وقت هركعيو مملكة قبل حليبان ك dhamaantiin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waftiga ballaaran oo halka saaka maraya oo runtii uu horkacayo safiirka iyo wasiiradu waxaan leenahay ku soo dhawaada magaalada qardho magaaladeena weeye runtii waxa aad u mahadinayaa waxaan ku bogaadinayaa masaaridan saaka noo timi waxa weeyaan laguma cusba oo runtii waxa weeyaan magaalada qardho waxay caan ku tahay waxay mataan la tahay magaalada qaahira ama waddanka masar oo runtii macalin fara badan ay halka ka joogto iyo iskuulka al-asal sharifeyn oo halka ku yaalla soomaaliya keliya halka ku yaalla marka waxaan leenahay saaka mucusbudiin ku soo dhawaada hore u joogteen aad baad u mahadsan tihiin sida qiimaha iyo qaayaha aad noosoo dhaweyseen sidaa u soo dhaweyseen waftiga martida inoo ah annagu dee reer qafnood baanu nahay oo reer garoo waanu oo reer boosasood baanu nahay laakiin imankan odayaasha inoo yimi sidaa u soo dhaweyseen aad iyo aad waxay yidhahdeen ma arag oo ma maqal sida tan saad naloo ku soo dhaweeyey muxuu ahaay qardho sidoo kale waxaa dhankooda uga mahadceliyey safiirka u fadhiya masar dalka soomaaliya maxamed ibraahim nafar أود في البداية أن أعبر عن خالص شكري وبالنيابة وبالأصالة عن نفسي وعن الوفد المصري اللي موجود معنا هنا على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال والدفء المشاعر اللي احنا لمسناها منذ ان اتينا الى بونتلاند امبارح كنا في دروي والنهارده في قردو الحقيقه يعني اللي احنا شفناه من الاخوه في بونتلاند بيدل على عمق العلاقات ودفئها وقوتها وفتيغان ايا غاري دونا مغالده بوساسو ايدونا اي واخ كا قبان دونان اريمها لا خريره واخ برشده غنعسيغا يا عافيمادكا سك اسماعيل تلفيشكا عالميغاسا مغالده قردو